الحكم الشافعي هشام متقاعد دي بي 5 34 سنه ديال السيرفيس في قباط مصلحه القباطه عين السبع. انا اللي بغيت نقول دابا بغيت نتكلم باختصار. هذا واحد كناشد الناس المسؤولين والناس اللي سهروا على هذا الملف هذا ديالنا هذا، لان المساله ولات راي عام، كلشي ساق الاخبار، كلشي عارف هذه المساله هذه، كلشي عارف المشاكل ديالنا. حنا دابا المشكل اللي كنعانيو منه حنايا دابا هو انه هاد المنابر وهاد المنصات ديال التواصل كلشي عارف هاد القضيه ديالنا. انا كناشد الناس المسؤولين فينا هما؟ واش ما كاينش حل هاد المشكل هذا؟ حنا عطيناهم عدد الدلائل وقلنا لهم اش كاين، وقلنا لهم هاد الناس اللي كانوا كيمثلونا ديال النقابه مع الاداره ديال ليديك مع كاع الناس اللي كانوا فهادشي داولنا الارزاق ديالنا، مشات لا ميتويال، مشاو لنا لي سونتر تيستيفاج، كلشي مشى، ما قعدنا حتى شي حاجه. دابا المشكل اللي كاين هو واش هاد الناس اللي كانوا داروا هادشي واش فوق القانون؟ هذا هو السؤال اللي كيتطرح اخوتي. راه كلشي ولا عارف المشكل ديالنا، حتى واحد ما بقى اللي تسول دري صغير سول يقول لك ليديك عنده مشاكل. وني علاش اصاحبي هذا باقيين حرين؟ هما والعائله ديالهم كلشي كيختل، شوف الاموال ملايير ديال هذاك سميتو، وحنايا كنعانيو، لا ميتيو تحيدات لينا، مع العلم على اننا باقي كنساهموا عرفتي اكبر 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 وحدين كيساهموا، ومن بعد حنا كنساهموا العيال فينا كيساهم 600 500 درهم في الشهر، والخدمات ما كاينينش. حيدوا لنا الماجوراسيون ديال 2011 اللي كنا كنساهموا في الصندوق ديالها باش تدوز لنا في لا روتريت، حطوها في واحد لا روبريك 105 بالعاني باش ما تحسبش لنا في لا روتريت. لا روبريك 105 كدوز بحال بريم، لي بريم ما كيدوزوش في لا روتريت. هادشي راه بزاف اصاحبي، والناس هاد المسؤولين هادو فينا هما؟ انا كنتسائل، انا كناشد الناس المسؤولين اللي عندهم الضمير يشوفوا حق هاد الناس، شوف هاد الناس اش كيعانيو. ناس كبار اصاحبي، شيوخ اللي ما عندوش امكانيه باش يشرب قهوه، كيجي يسمعك ما عندوش قهوه. ما عندوش باش يشرب قهوه، والله ما عنده باش يشرب قهوه بالله. واش فراسكم على ان كاين ناس كيشدوا 2000 درهم 2500 درهم في الشهر؟ اش غدير ليه؟ اش غدير ليه؟ مع هاد وعاد هاد المتقاعد مسكين هذا اللي عاوتاني كناشد، عاوتاني كنقولها كناشد هاد المسؤولين اللي عندنا في هاد الحكومه، واش المتقاعدين ما عندهمش حق في الزياده؟ المتقاعد ما عندوش حق في الزياده، راه هذا منكر. شوف الحاله ديال النيفو دفي شحال طلع، غادي كيطلع وما كاينش المتقاعد باقي هو هو. بالنسبه للمطالب ديالكم اليوم، المطالب ديالنا هي هذه، يردوا لنا سيدي الفلوس ديالنا، يردوا لنا الحقوق ديالنا، يردوا لنا لا ميتويال. حنا ما درنا والو، لا ميتويال علاش تحيد؟ شنو هو دوك ديال دروه تحيد لا ميتويال؟ دوك ديال دروه يلاه، واش صح تسمع لك الحساب الاخرين اختصاصوا المراير وحنا يجيو يوقفوا لنا مع العلم على انه مازال كنساهموا. وتمشي تدوز دابا، تصور انك تساهم، عند لا سي ام اس وعند لا سي ام كاس، صندوق تكميلي اللي ب 20% والصندوق الاخر لا سي ام اس فيه 80%، ما خسر خلص والو، حنا كنساهموا. خاصك تدوز فابور تاخذ فابور كما كنا شحال هادي، اذا به دابا بقى والو. دابا ولينا كنطالبوا شي اشياء اللي ديالنا ديالنا، ماشي شي حاجه اللي غيعطيوها لينا. هادو مكتسبات، هادو حقوق ديالنا، ماشي كنطالبوا زيدونا ولا عطيونا حقنا سيدي. بالنسبه لكم كمتقاعدين، واش مكتوب مع المدير الجديد؟ يعني غير مازال اخويا جلسوا شي اخوان معاه، انا ما فراسيش، انا شي اخوان جلسوا مع واحد الجهه صحيحيه، وريني باقي الامور باقي ما كاينش الحسم، الحسم باقي ما كاينش، ايزون با ترونشي اونكور، باقي الامور باقا بين اخذ ورد. هذا المدير الجديد هذا راه باقي جديد، حقه انه يعرف. المسألة اللي كاينة دابا هو أننا حنا خاصنا نتابعوا الناس، كنطالبوا من الناس المسؤولين الكبار الداخلية، ونطالبوا من سيس المدينة، ونطالبوا السي الوالي ديال مدينة الدار البيضاء يتدخل في هذا الملف هذا، يعطينا حقنا. راه واضح، كلشي واضح، ما بقى حتى شي حاجة، راه كلشي واضح، كلشي حطينا لهم الأمور، حطينا. وتصور أصاحبي كتشوف شي أشياء اللي راه شي أموال مشات هكاك هكا، مشات هكاك هباء منثورا. والسيد راه كيعيش هو وولادو، كيتسرى ليا مع راسو كيتمتع، ودوك كتاب العام وكيتمتعوا، وحنا كنضربوا في الثمره هكاك. خرجوا للطريق، تصور اننا كنا كنتظروا اننا ولدي واحد القضيه نقول لكم مهمه بزاف. هاد الناس كنا كنقولوا نهار نشد لا روتريت غادي نعيش الحياه ونتمتع، اذا به العكس صحيح. كنعانيوا معاناه لهاد الناس هادو، راه ما جيناش واش دخلنا عليكم، والله ما عندنا ما يدار، خليوا ولادنا ويجيو نغوتوا، لولا اننا كنا مضروبين بموس واحد